أهلا بكم في هذا الموجز لأهم الأنباء من قناة التناصح. قالت الهيئة البنغازية السبت إن أهالي بنغازي المهاجرين داخل وخارج ليبيا مستعدون للمصالحة مع مدن المنطقة الشرقية. الهيئة في بيان لها تحصلت التناصح على نسخة منها كدت أن أهالي بنغازي كانت أيديهم لا زالت ممدودة للتسامح والمصالحة. في سياق متصل بركت الهيئة البنغازية اتفاق المصالحة بين الزنتان ومصراتة داعية لأن تكون هذه المصالحة دافعا لتحقيق مزيد من المصالحات بين المدن الليبية كافة. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد الزايدي أن مجلس النواب يخالف الإعلان الدستوري بمماطلته في إصدار قانون الاستفتاء. الزايدي في تصريح له الأحد لفت إلى أن الهيئة التأسيسية يمكنها إلزام البرلمان بإصدار قانون الاستفتاء عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، مشيرا إلى أن الحكم سيكون لصالح الهيئة، موضحا أن المادة 30 في فقرتها 12 تتيح للمفوضية العليا للانتخابات إصدار قرار أو لائحة تستند فيها على نتائج عمل مجلس النواب المنحل وتأخيره للقانون، وعلى أساسها يطرح المشروع على الشعب للاستفتاء. إلى ذلك أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن غلق منظومة التسجيل في سجل الناخبين بالخارج مساء السبت، حيث سجلت منظومة التسجيل بالخارج مشاركة أكثر من 6000 ناخب. ونوهت المفوضية بأنه قد تم إيقاف استلام نماذج طلبات التسجيل عن طريق السفارات الليبية، وهي الخدمة التي أتاحتها المفوضية للمواطن والذين واجهوا صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني المعد لغرض التسجيل. ضبطت وحدة التفتيش الآلي في ميناء مصرات الأحد حاوية تحوي مياه مبردة وحوالي 9588 زجاجة يعتقد أنها تحتوي على مواد كحولية. وبحسب الصفحة الرسمية للميناء فإن الحاويات فتحت بمحضر رسمي من قبل النيابة العامة وسحبت منها عينات عشوائية وأحيلت إلى مركز الخبرة القضائية لإجراء التحاليل اللازمة عليها وإثبات محتوى العينات لاستكمال باقي الإجراءات. إلى اللقاء.